أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، صدق الله العلي العظيم. أنا أحمد الشيرازي، ابن المرجع الفقيه العظيم الفقاهة التقي الورع المهيب المتواضع السيد صادق الحسيني الشيرازي. ما هي فائدة انتسابي إلى هذه الشخصية الاستثنائية إن لم أكن على طريقه، إن لم أكن من أتباعه، ممن ينهل من عذب معينه؟ ما هي فائدة ذلك؟ أنا ابنه ثم ماذا؟ هذا الانتساب إن لم يكن بحسن الاستفادة من هذا الانتساب، هذا الانتساب لا فائدة فيه أبدا. لا، ليس فقط لا فائدة فيه، بل إن لم أحسن الانتساب إليه هذا الانتساب يكون والعياذ بالله تعالى وبالا عليه، ليس فقط لا فائدة، وبال يعني ضرر، يعني مشكلة، يعني مصيبة. لا، أترك هذا الانتساب، أنا عندي انتساب أرفع من هذا الانتساب بكثير. أنا نسبا أنتسب لأهل بيت السيد المرجع الشيرازي يفتخر أن يكون خادما صغيرا في بيتهم، وهم آل محمد صلوات الله عليه. أنا من جهة النسب أنتسب إلى هذه العائلة العظيمة الفريدة التي ما خلق الله عز وجل مثلهم، أنا أنتسب في النسب إليهم، أنا هاشمي.
من نسل علي وفاطمة صلوات الله عليهم، صلوات الله عليهم وآلهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الانتساب أعظم من هذا الانتساب، في النسب لا يوجد في الكون كله. هذا الانتساب بهذه الدرجة من العظمة، انتساب من جهة النسب إلى سادة خلق الله عز وجل، إلى خيرة من خلق الله عز وجل، هذا الانتساب إن لم يكن باتباعهم، إن لم يكن في السير على دربهم، لا فائدة فيه أبدا، بل أكثر من ذلك. هذا الانتساب من جهة النسب إن لم يكن معه المشي على دربهم، الاقتداء بهم، الاعتقاد بهم، هذا الانتساب والعياذ بالله تعالى يكون وبالا علي. يعني يوم القيامة، في يوم القيامة هذا الانتساب إن لم يكن معه اتباع لهم، هذا الانتساب يزيد ورطة الشخص. يعني يتمنى في يوم القيامة أن لا يكون له هذا الانتساب. إذا وجدت شخصا ينتسب من جهة النسب إلى هذه العائلة، هذا الطود العظيم، هذه العظمة في النسب، إذا رأيت شخصا ينتسب إلى هذا النسب وهو يخالف طريقهم، فورا تبرأ إلى الله عز وجل منه. إذا وجدت شخصا بأي طريقة يمدح أعداء أهل البيت مثلا من دون تردد تبرأ إلى الله عز وجل منه، حتى لو كان علويا فاطميا، لا أقصد شخصا معينا، بصورة عامة أقول أي شخص كان، النسبة من جهة النسب هذا إن لم يكن معه الماشي على طريقهم لا قيمة لها، بل وبال. أنا إنسان عادي، لا تريد أن تقبل مني، لا تقبل، من حقك، لست معصوما، أنا حالي حال بقية الناس. استمع إلى سادة خلق الله عز وجل، استمع إلى أناس أعطاهم الله سبحانه وتعالى أعلى وأرقى درجات العصمة. أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة، حديث صحيح السند عن حمران قال، قال الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد وعلى آله، يا حمران مد المطمرة، مد المطمرة بينك وبين العالم. قلت يا سيدي وما المطمر؟ قال عليه الصلاة والسلام أنتم تسمونه خيط البناء، هذا الخيط حتما رأيتم البناء، لأجل أن لا يصير الجدار معوجا يجعل خيطا في البناء، حتى يكون الجدار مستقيما، هذا الخيط
يسمى المطمر. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم تسمونه خيط البناء، اجعل بينك وبين العالم، بين الناس كلهم خيط الذي ينحرف ولو قليلا عن هذا الخيط، خلاص. فمن، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: فمن خالفكم على هذا الأمر فهو زنديق. حديث صحيح السند، أقرأه لكم. فقال حمران: وإن كان علويا فاطميا؟ فقال الإمام أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: وإن كان محمديا علويا فاطميا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. علوي فاطمي فليكن. حديث شريف آخر، هذا الحديث الأول منقول عن حمران، حمران من أصحاب، من خيرة، من فقهاء أصحاب الإمامين الباقرين صلوات الله عليهما. حديث شريف آخر نفس هذا المعنى، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لواحد آخر من خيرة أصحابه من الفقهاء الكبار، عبد الله بن سنان، هذا من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نفس هذا المعنى يذكره. أيضا حديث صحيح السند عن عبد الله بن سنان قال: قال الإمام أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمر. قلت: وأي شيء المطمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي تسمونه التر، من أسماء هذا الخيط المطمر، من أسماء هذا الخيط التر. لهجات مختلفة كانت. الذي تسمونه التر، فمن خالفكم وجازه، تجاوز هذا الخيط، تجاوز هذا الأمر، فمن خالفكم وجازه فابرؤوا منه وإن كان علويا فاطميا. من نسل علي وفاطمة فليكن. أنا لا أقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول. حديث شريف آخر أيضا سند صحيح، صحيح البزنطي أحمد بن محمد بن أبي النصر، هذا أيضا فقيه كبير من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا صلوات الله عليهما، يقول: ذكر عند الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه بعض أقاربه، فقلت له: الجاحد منكم ومن غيركم واحد، المنحرف من هذه العائلة العظيمة مثل المنحرف من بقية العوائل؟ بعضنا يقول: لا، المنحرف العائلة عظيمة، أعظم أناس خلقهم الله سبحانه وتعالى أجداد هذا الشخص مثلا المنحرف أيا كان. لا، هذا عذابه أقل، لأنه ينتسب إلى رسول الله، ينتسب من جهة النسب إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. لاحظوا الإمام ماذا يقول. الإمام 180 درجة بعكس هذا الكلام قال، يقول البزنطي رضوان الله تعالى عليه: الجاحد منكم ومن غيركم واحد، نفس الشيء. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: لمحسننا حسنتان ولمسيئنا ذنبان. ليس هذا أقل ذنبا، هذا أشد ذنبا من ذاك.
يعني ابرأ إلى الله عز وجل من ذاك قبل أن تبرأ إلى الله عز وجل من ذاك، ابرأ إلى الله عز وجل من هذا، هذا أشد، هذا أسوأ، هذا أشد عذابا يوم القيامة. نفس العمل الذي صنعه ذاك وهذا، ذاك يضرب مرة، هذا يضرب مرتين. يا أخي أصلا هذه طبعا هذه روايات وروايات، أنا قرأت لكم بعضها. قبل الروايات الشريفة الآية القرآنية، القرآن يقول هذا الشيء: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. زوجة النبي صلى الله عليه وآله، هذه ليست امرأة عادية، إذا أتت بفاحشة مبينة يضاع، نص القرآن الكريم، هذه ليست رواية تشكك في سندها، آية قرآنية. إذا أتت بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هذه منتسبة، هذه تسمى زوجة نبي، زوجة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، حسابها يختلف. إن أحسنت ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، إن أساءت يضاعف لها العذاب ضعفين. الكلام ليس عن مجرد النسب فقط، أنا ذكرت النسب، أي انتساب من جهة النسب، من جهة الزوجية، من أي جهة، أي انتساب إن لم يكن على الدرب الصحيح هذا أسوأ من الإنسان العادي. المنحرف الذي ينتسب نوع انتساب إلى سادة خلق الله عز وجل هذا أسوأ. حسب تعبير الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، علويا أو فاطميا، كان علويا أو فاطميا لا فرق، حتى لو كان علويا فاطميا، هناك خلط كبير يحصل عند الناس. أنا حديثي ليس عن من ينتسب من جهة النسب إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا، أنا كلامي مكان ثاني. خلط يحصل بين موضوعين، إما نفرط في هذا الموضوع أو نفرط في ذاك الموضوع، كلاهما صحيحان وكلاهما قاعدتان كليتان لهما ضوابطهما. موضوع التعايش والمدارات هذا موضوع، موضوع آخر أن يكون الإنسان مركزا يفهم المعادلات يجعل الحدود في محلها الصحيح. موضوع التعايش موضوع صحيح، موضوع المدارات موضوع صحيح، يا أخي تعايش، داري كل الناس، كل الناس طبعا ضمن الضوابط، اذهب تزاور، صداقة عادية مع أي شخص، مع أي شخص، مع عادل، مع فاسق، مع مؤمن، مع منافق، مع كافر، ليس مهما، لا أقول ليس مهما، أصلا ضروري هذا الشيء يكون. المؤمنون يلزم أن لا ينقشعوا عن الناس، يلزم أن لا يبتعدوا عن الناس. بعض المؤمنين لا، فلان فاسق فليكن. مرة وجودك معه يستغل في نشر الانحراف، لا ذاك موضوع ثاني. مرة لا، تزاور عادي، زوره، أحد من أقاربه يموت، اذهب إلى مجلس العزاء، تعامل معه تعاملا عاديا،
هذه طائفة من الروايات الشريفة، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أمروا بذلك، هم سيرتهم كانت هكذا. بعض الناس، بعض المؤمنين يريد أن يكون متدينا ينقشع عن الناس، هذه مصيبة، هذه أحيانا تكون عملا محرما أصلا. التعايش مع الناس، مداراة الناس، تعامل مع الناس بالأخلاق، هذا كله صحيح مع كل الناس، مؤمن، منافق، كافر، يهودي، بوذي، أيا كان، عادل، فاسق، من أفسق الفساق ليكن فليكن، إن لم يكن تقوية لفسقه، إن لم يكن ترويجا لفسقه، يذهب إليه، أجلس معه. هذا موضوع في محله صحيح، وروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كثيرة. موضوع آخر، فهم الحدود. يا أخي، بيني وبين الناس حدود، الذي يتجاوز هذا الحدود ولو قليلا خلاص لا تقف معه. حسب تعبير الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، مد المطمر بينك وبين العالم، هذه عبارة الإمام عليه الصلاة والسلام، خيط دقيق أقل انحراف فيما لا، أنا لست معك، لا أقف معك، لا أعطيك مالا، لا أدعمك بإعلامي، لا أدعمك بأي شيء، لا أقف معك في أقل الأمور. التعايش شيء، هذا شيء ثاني، فهم الحدود شيء ثاني. إما يسقط من هذا الجانب أو يسقط من هذا الجانب، لا، امشي في الوسط، هذا صحيح في محله، التعايش صحيح، المدارات صحيحة، روايات وروايات متواترة تواترا إجماليا، مدارات الناس. النبي صلى الله عليه وآله ماذا كان يصنع؟ كان يدار الناس، يدار المؤمنة والمنافقة والكافر والمشرك، مدارات كانت. أمير المؤمنين صلوات الله عليهم وآله ماذا كان يصنع؟ بقية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ماذا كانوا يصنعون؟ مداراتهم في أعلى درجات المدارات كانت، ولكن المدارات شيء، فهم الحدود وجعل الحدود شيء ثاني. إخواني، نحن نكبر، عمرنا يبلغ عشرات السنوات، لازلنا بسطاء، لا نعرف الحدود، نخلط الحدود، قضية الصداقة نخلطها مع قضية حدود، أنا بيني وبينهم حدود، صداقة صداقة، أذهب إليهم أذهب، أجلس في الديوانية معهم أجلس، لا أسلم إعلامي بمقدار الذرة لهم، لا أسلم من مالي نصف دينار لهم، حدود، عندي حدود. صداقة شيء، التعايش شيء، المدارات شيء، الحدود شيء ثاني. روايات تذكر ذلك الجانب، روايات هذه تذكر هذا الجانب. كمثال، مثال النسب، هذا المثال كمثال ذكرته، أي شخص كان لي حدود. حسب تعبير الإمام عليه الصلاة والسلام، كم هذا التعبير جميل ورائع، مد المطمر، المطمر بينك وبين العالم، مطمر جدا دقيق، يعني لا يقبل أقل انحراف، حتى هذا المقدار لا تقبل. لا، هذا الشخص سيد هاشمي، لا أقصد شخصا معينا، أحمد الشيرازي أو أي شخص آخر مثله، سيد من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا من بني هاشم، أنا بيني وبين هاشم لا أعلم، ربما 33 أو 34 أب، لعله 34. إخواني، شخص بينه وبين هاشم أب واحد، أبو لهب، أبو لهب هاشم جده مباشرة، أبو لهب ابن سيدنا العظيم عبد المطلب سلام الله عليه. عبد المطلب من هو؟ عبد المطلب هذا العملاق،
بعض علمائنا يعتقدون أنه كان من أوصياء الأنبياء، بعض العلماء يعتقدون أنه كان من الأنبياء عبد المطلب. طبعا لم يكن من الرسل، لأنه كانت فترة على فترة من الرسل النبي صلى الله عليه وآله بعث، ولم يكن في ذلك الزمن في تلك الفترة رسول، رسول ما كان، ولكن أنبياء كانوا. إجمالا عبد المطلب هذا العظيم سلام الله عليه، ابنه من؟ أبو لهب. من هو أبو لهب؟ كم من المجرمين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله؟ كثير، مشركون، كفار، كفار قصدي يعني أهل الكتاب، منافقون أسوأ من الكفار والمشركين، كان أشكال مجرمون بكثرة كانوا. هل تعرفون أن القرآن الكريم ذكر مجرما من المجرمين في عصر النبي صلى الله عليه وآله باسمه بكنيته؟ أنا الآن لا أتذكر، ربما لا يوجد في القرآن الكريم، ربما لا أتذكر شخص آخر. أبو لهب القرآن الكريم ذكره بكنيته، يعني إشارة واضحة إليه. ما أنزل آية قرآنية، أنزل سورة فيه في ذمه. من هو أبو لهب؟ حفيد هاشم، بينه وبين هاشم، هذا من بني هاشم، بينه وبين هاشم أب واحد فقط، هذا ابن عبد المطلب سلام الله على عبد المطلب. القرآن ذمه بذم لا أعلم يوجد له نظير في القرآن الكريم، شخص آخر يذكر القرآن الكريم في زمن النبي صلى الله عليه وآله يذكر اسمه، يذكر كنيته مثلا، لا أتذكر. فليكن أي شخص كان، كيف بأحمد الشيرازي بينه وبين هاشم 33 34 أب؟ فليكن هاشمي، فليكن هاشمي، هاشمي حسن على عيني وراسي، أقبل يده وأقبل رجله، هاشمي سيء أتبرأ إلى الله عز وجل منه قبل أن أتبرأ إلى الله عز وجل من الإنسان العادي. حدود يا أخي، حدود. كلامي ليس عن الهاشمي، ليس عن النسب، عن فهم الحدود. لا نخدع يا أخي، حقيقة عجيبة، نحن نخدع قبل كل الناس، بسطاء. الإنسان طيب يخدع، كن طيبا ولكن كن ذكيا، كن فاهما للحدود. هم يقفون لنا في أصغر مواقف، يقفون لنا أبدا. أنا أول الناس أخدع، لا بيننا وبينه صداقة، فليكن. هو يقول هذه الكلمة في المواقف، يقول هذه الكلمة، يعطيك مجالا بمقدار ذرة، أبد، ماشي في طريقه، طريقه الباطل، وأنت في طريق الحق لأجل قضايا ثانوية يوجد بينه وبين ذاك جوار، فليكن جوار. أبي مع أبيه كان صديقا، فليكن. منحرف عن أهل البيت، خلص، في مال له. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. هذان البيتان ينسبان إلى المولى أمير المؤمنين، ينسبان، لا أعلم بالفعل أمير المؤمنين قال ما قال، ينسبان إليه صلوات الله عليه. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. الشريف المقصود الشريف في النسب طبعا، ولا وليس، لم يكن شريفا في عمله، من أسوأ خلق الله عز وجل أبو لهب، ولكن في نسبه شريف، ابن عبد المطلب، هذا حفيد هاشم، هذا من بني هاشم. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب.
ذاك مسلم مؤمن سلمان سلام الله على سلمان، إن رأيناه نقبل قدمه. فليكن فارسيا، فليكن ليس له عشيرة مشهورة، فليكن. وإذا رأينا أبا لهب ماذا نصنع به؟ هذا عم رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا القرآن يذمه. تبت يدا أبي لهب وتب. معرفة الحدود، أن يكون الإنسان مركزا في عمله. كن طيبا، أطيب من رسول الله لا يوجد، يوجد أطيب أخلاقا أطيب نفسا من رسول الله لا، ولكن كان يعرف يجعل الحدود الصحيحة. كان يداري الكافر والمنافق، ولكن كان يعطي لهم شيئا، يعطي كلمة كلمة مدح عنده له هؤلاء أبدا. يمدح أبا ذر حدود حدود دقيقة، يعطي السمعة لسلمان، يعطي العظمة لمقداد، عبد عبد، مقداد كان عبدا، العظمة يعطيها لمقداد. هو طيب، هو يدار الناس صحيح، أعظم الناس مداراة للناس هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن مدح أحد هؤلاء المجرمين كلمة واحدة، هؤلاء الذين كانوا حوله من المنافقين، ذمهم أشد ذم، سجل في التاريخ ذمهم، لعنهم. كم لعن رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء المنافقين؟ كم مرة؟ قل مئات المرات، قليل. اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه رسولك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف كان يلعنهم رسول الله. حدود يداريهم المدارات في محلها، كانوا مع رسول الله يجلسون يأتون في كل موطن وموقف وقف فيه رسولك صلى الله عليه وآله، كان يلعنهم يتبرأ إلى الله عز وجل منهم. التعايش، نعم، معرفة الحدود، وجعل الحدود بينك وبين العالم، مد المطمرة بينك وبين العالم. كل كلامي في جهة، هذه الكلمة في جهة، اجعل مطمار. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا الدفاع عنهم في الدنيا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.